بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. في هذه الحلقة خصصتها المونتاج. التأثير الذي سنتناوله في هذا الدرس هو الكروما. ما هي الكروما؟ ما هي استعمالاتها؟ وما مدى أهميتها بالنسبة لمخرجي السينما العالمية وكذلك للأستوديوهات؟ إذن في هذا الدرس سوف نتعرف على الكروما. قبل أن نمر إلى الدرس التطبيقي، أتمنى أن تشتركوا بالقناة بالزر أسفل الفيديو، ستجدون سبسكرايب، تضغط عليه وتكون ببساطة مشترك بالقناة. وكذلك لا تنسى الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك كي يصلك جديد الشروحات والدروس، وكذلك متابعتنا على التويتر. الآن سنمر إلى الشرح التطبيقي، ابقوا معي. إذن كما قلت لكم، تقنية الكروما هي من أفضل التقنيات التي يقوم عليها المونتاج ككل، بمعنى أنه يعني تقنية الكروما يستخدمها أكبر منتجي الأفلام الضخمة لإدراج تأثيرات ويعني مجموعة من الأمور التي تجلب المشاهدات، سواء كانت في الإنترنت أو في التلفاز أو في الفضائيات. دعونا نتعرف على الكروما. الكروما هي تقنية حديثة في عالم السينما والإخراج. الكروما سنشاهد بعض اللقطات التي تستعمل فيها الكروما وتستعمل فيها هذه التقنية الرائعة. سنرى أولا بعض الصور كي أقرب لكم المعنى أكثر. هذه الكروما تسمح بتغيير خلفية الفيديو، ليس تغيير خلفية الصورة بل تغيير خلفية الفيديو. تقنية الكروما تسمح لك بإنشاء استوديو خلفك، أو تسمح لك بوضع نفسك أو جسمك وأجسام أخرى بمنطقة غير حقيقية، قد تكون كرتونية، قد تدرج بتقنية الكروما يعني شخصيات كرتونية بالاستعانة إلى برامج أخرى كبرامج الـ 3D 3D Max 4D وغير ذلك من البرامج، وكذلك قد تستعين ببرامج الانيميشن المتقدمة التي تستخدم تقنية 3D و 4D. يعني عالم السينما لا يحصى. سنرى في هذه الصور كما ترون تقنية الكروما مستخدمة في أحد الاستوديوهات. هذه الاستوديوهات تمكنك من حذف. يعني لماذا استخدمت هذه الأقمشة الخضراء؟ كما نرى في الصورة الأضواء، الإنارة الجيدة، كما نرى يعني إنارة في المستوى، كرسي. هذا الكرسي ليس له نفس اللون الذي لدى هذه الخلفية. هذه الخلفية لها لون أخضر، وكذلك الحائط لون أخضر، وكذلك هذه المائدة. لماذا استخدم اللون الأخضر بالذات؟ اللون الأخضر وكذلك اللون الأزرق، هذان اللونين يستخدمان في تقنيات الكروما. لماذا؟ لأن اللون الأخضر والأزرق لا يتواجد أصلا في جسم الإنسان، بحيث أنه إذا أردنا حذف هذا اللون يعني لون الخلفية فلن يؤثر في الجسم، وكذلك لن يؤثر في جسم الإنسان كما قلنا، لأن ولو كان لدى الإنسان لحية فلا توجد لحية خضراء ولفعاليته. وكذلك بإمكانك الوقوف هنا والتحدث ووضع خلفية، يعني إذا كنت تتحدث عن تقنية تضع خلفية وغير ذلك من استخدامات. وكذلك تقنية الكروما تحتاج إلى الإنارة. لماذا الإنارة؟ كي تميز الكاميرا بين ألوان، لأن الإنارة تبين وتوضح الألوان جيدا. فإذا كانت الإنارة جيدة
ستتضح لك الألوان في برنامج مونتاج الذي تعتمد عليه لإزالة اللون الأخضر في الخلفية وإبقاء الألوان الأخرى والأشكال الأخرى التي بها ألوان أخرى كهذا الكرسي والشخص الذي يجلس فيه. فهذا يعني أفضل مثال لاستوديو رائع في الحقيقة. فالكاميرا لا تأخذ سوى هذه الحدود إلى هنا، لا تأخذ سوى هذه الحدود إلى أسفل، فتحذف هذا اللون من هذه الطاولة وتضع بها كأن تضع بها زجاجة وغير ذلك، وتجعل منه استوديو احترافي رائع، وتضع خلفية كخلفية يعني زجاج يطل على سان فرانسيسكو أو لاس فيغاس أو نيويورك أو دبي، أو يعني الخلفيات التي تستخدمها القنوات العربية الإخبارية اليوم. نفهمه من تقنية كروما أنه يغير الخلفية ولكن لعدة شروط، وهي الألوان، عدم تواجد ألوان يعني في الأقمشة، عدم لبس، يجب أن لا يلبس الشخص الذي يجلس يعني أمام هذه الخلفية لون يوافق هذا اللون في الخلفية كاللون الأخضر أو اللون الأزرق، بحكم أنهما لونان يستخدمان في تقنيات الكروما. إذا تحدثنا الآن على تعريف الكروما وما هي الكروما. الآن سنمر إلى الجانب التطبيقي. الجانب التطبيقي قمت بتحضير دار يعني فيديو، لست أنا من صوره ولكن صوره سينمائيون، وقد وضعت هذه الحلقة في اليوتيوب، ستجدونها في القناة، يعني تأثيرات وكواليس الأفلام الكبرى الضخمة. هذه هي الخلفية التي، هذا ليس يعني هذا فقط كواليس ليس الفيلم، ولكن هذه الخلفية يستخدمونها في تغيير هذا اللون الأخضر بلون آخر، وهو لون يعني ليس لون ولكن صورة أو فيديو، وهكذا كما نرى في هذه تصبح على شكل مدينة ضخمة. عندما تشاهد فيلم The Avengers، يعني فيلم أعتقد أنه مدفوع ولكن موجود في بعض المواقع، بإمكانك مشاهدته وتحميله مجانا. هذا الفيلم عندما تشاهده سوف تدرك مدى أهمية الكروما. هذه الخلفية كلها خلفية خضراء وستصبح يعني على شكل مدينة، ولكن يراعون الألوان. تقنية الكروما تعد من أهم الأمور التي يقف عليها عالم السينما والمونتاج. كما نرى هنا لم يستخدموا اللون الأخضر ولكن استخدموا اللون الأزرق، بحكم أنهم سيصوروا أعتقد يعني سيصورون لقطة ليلية يعني في الليل، لا أعلم لماذا، يعني كما نرى هنا يغيرون الخلفية بألوان أخرى أو بصور أخرى أو بفيديوهات، وسيضعون هنا مكان هذا الرجل الذي يتصارع مع الكابتن أمريكا، هذا هو كابتن أمريكا، وهؤلاء الرجال الذين يصارعونه. سوف نرجع الفيديو قليلا. هذا الرجل الذي سيأتي من هنا وسيصارع كابتن أمريكا، هذا يغيرونه ويضعون فوقه كائن فضائي يعني على شكل رجل يشبه قرد. من شاهد فيلم ذا افنجرز سوف يفهم ما أقول، يعني يمكنهم أيضا تغيير هذا الرجل ووضع يعني كائن حي مكانه، كما نرى سوف تشاهدونه في هذا الفيديو الآخر الذي سأضعه. الفيديو هو كابتن أمريكا. نعم، أنا أضخم أفلام تستعمل تقنية الكروما. فتقنية الكروما لها استعمالات عديدة كما نرى هكذا. هذا فقط منشأ بالأفتر إفكت. نعم، أفتر إفكت مع بعض البرامج الأخرى. ولكن هنا نتكلم عن كما نرى هنا، كما نرى الخلفية تغيرت من خضراء، سوف أرجع الفيديو. تغيرت الخلفية من خضراء، سوف نرى هنا الخلفية كما نرى.
الخلفية هنا خضراء، كيف فعلوا حتى غيروها وأصبح يعني كأنهم يقفون يعني فوق الأرض بآلاف الكيلومترات كما نرى، كما تشاهدون تقنية رائعة في الكروم. عندما يسقط هنا شاهدوا الخلفية ستتغير كما نرى، سوف يسقط كما رأيتم اللون يظهر مجددا هكذا، يعني تقنيات رائعة. هنا أحدهم سوف ينزلق ليسقط في الطائرة، وانظر كيف سوف يعني سوف ينزلق كما نرى هنا. انزلق أين؟ انزلق على أرضية عاكسة للون، أرضية عاكسة لهذا اللون الأخضر، وهنا كما نرى اللون أخضر يعني وإضاءة جيدة وبعض الأمور. كاميرا لن ترى هذه الكاميرا، ولو صورتها هذه الكاميرا التي تصور هذه اللقطة لن ترى هذه الكاميرا، بحكم أن هذه الخلفية كلها ستتغير وسوف يظهر تأثير ضخم، تأثير لا يفعله إلا الهوليود. سوف أعيدها إلى هنا. رأيتم الطريقة التي فعلوها، تقنية رائعة في الحقيقة. لن نتطرق لهذه الأمور، يعني هذه كلها التي يعني هذه عبارة عن أشكال 3D، يعني فقط أنيميشن وبالإضاءة وبالتأثيرات وبالتعديلات وبالعمل المستمر أصبحت جزءا من الواقع. انظر كيف سيتغير بالألوان وبالإضاءة وبالتأثيرات، تغير كأنه حقيقي. لن نتطرق لهذا، سوف نبقى في موضوع الكروما إلى درس جديد. سوف أعرفكم على أسرار هذه التأثيرات، وهذه لمن كان محب لعالم السينما وتأثيرات. أضع لكم روابط بعض البرامج لتحميلها كالأفتر إفكت وإضافاته وغير ذلك. سوف أعيد هذه لأنها رائعة في الحقيقة. كما نرى تغيرت الخلفية، حتى الكاميرا التي كانت وراءه لم تظهر بعد، هذه الكاميرا لم تزل تظهر كما نرى، هدفت. وهنا أيضا انظر إلى هذه اللقطة كيف ستتغير هذه الخلفية، خلفية هذا الفيديو. انظر هي خضراء في الأصل، خضراء، ولكن ستتغير إلى يعني زجاج مطل على الشارع أو على العالم الخارجي. هذا التأثير سوف تفعله هذه المرأة على وجهها لتحذف القناع بطريقة يعني متقدمة وكأنها في المستقبل. انظر هنا إلى الخلفية، الخلفية تغيرت مجددا، هذه أيضا استخدمت فيها تقنية الكروما ولكن ليس بتلك الطريقة. هذه تقنية معتمدة في الأفتر إفكت وبعض البرامج الأخرى للأدوبي. عالم المونتاج عالم ضخم. قمت بوضع هذان المقطعان هنا، اعتمدت هنا فقط على AVS Video Editor وهو ضعيف جدا في تقنية الكروم حقيقة، لكن أنصحكم بالعمل على كورال فيديو ستوديو فبه التعديل على تقنية الكروم بشكل جيد، وكذلك الاعتماد على بيناكل ستوديو وغيره من البرامج الاحترافية. سوف أقوم بتغيير خلفية هذا الفيديو، إذن سنقوم بتكبير
سوف نذهب إلى هذه الخانة من Common Chroma Key. وكما قلت هذا البرنامج ليس بالمستوى المطلوب في قلته في فيديو آخر أيضا ليس بالمستوى المطلوب بما يتعلق بالكروم. كما نرى اختفى اللون الأخضر، اختفى اللون الأخضر ولكن ليس يعني أنا شخصيا لا يعجبني في تقنية كروم لنكون واضحين. بن جيد بالنسبة لي. أيضا Edit Overlay نقوم بالتكبير. إذن كيف سأضيف خلفية له؟ فقط هذا مثال توضيحي لكيفية العمل. أضعها هنا. سنرى الآن النتيجة رغم أنها غير جيدة تماما. كما نرى هنا الخلفية قد تغير. هم يضعون هنا بنايات والسماء. كما رأيتم مثال بسيط وليس في مستوى حقيقة في الكون. إذن إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. أتمنى أن يعجبكم الفيديو رغم أنني لم أستعمل الكروما بطريقة جيدة، ولكن فقط لأقرب إلى أذانكم يعني تقنية الكروما وما هي الكروما، عندما يعني عندما تسمع عن الكروما ما هي الكروما وكيف يعني ما هي استعمالاتها وكيف تستخدم في أبرز الفيديوهات وال أفلام سينمائية الكبرى. إذن لا يسعني سوى توديعكم في أمل لقاء بكم في حلقة جديدة بإذن الله.